طبعا انا يسعدني اكون كامل وحيد السعيد. طبعا في جزء كبير منكم عارفه، الجزء الثاني كنت كامل من الناس اللي اشتاق جدا، هو مش استاذ مساعد في جامعه عين شمس، لكن اهم من كده هو شايل على عاتقه موضوع الانفورميشن ايكولوجي كاستشاري النور في الشركه، وعمل كورسات في مختلف المحافظات متعدده بالبضاعه المذكوره، وهنا في القاهره على الانترفنشنز مع الاسترا والجايد لاينز بتاعت الباستر اكسس انترميشن اللي موجوده على السلطه الجمعيه هو عندها يعني. فالنهارده هو جايب بيشنس معاك هيدي المقدمه الاول على الفاليو والترا ساوند، وبعدين هيعمل ابلكيشن على البيشنس. ربنا يبارك فيك. طبعا دي اضافه جيده مشكور عليها. طبعا هو بس هو ده اللي الواحد بيقول ايه؟ علشان كده انا ساعات ما في التقدمه انا بقصدها ما بقولش ده والده وفلان، والده وفلان ساعات بتبقى لها نيجاتيف يا اما في البرزنتيشن. لكن كور تعمل باي هيز فاليو هو هيز نيك مؤدب جدا ومتحمس لموضوع في غايه الاهميه، وبعدين في جاب في مجال الجهاز بتاعه معاه وبيشتغل وبيلف في مصر كلها لانه بيحاول يقنع الناس كلها ان الانترفنشن في مجال الديزيزز والدياليسيس والكلام ده كله مزيد ما بين البروجرسي ماستر. هذا الكلام يبقى ده يعني احنا عندنا في الباستر اسمه كمركز كده، كان البروجرسيس الكبار عندنا هم اللي بيقعدوا يعملوا الفيستولا، نعملوا الفيستولا بنزلوا قسم العمليات الفيستولا قصادها اسمه. وبعد كده النظر للرابتنس بقى النيورولوجيست اتعلموه هم اللي بيعملوا الفيستولا عندنا في المستشفى. يعني في الاول كانوا بيطلعوا بالضغط بيعملوا الفيستولا، وبعد كده ترانسميتك للنيورولوجيست بقى هم اللي بيعملوا الفيستولا وراحت منهم. فالدكتور كامل يعني بيحاول يرجع طيب يعني زي ما انتوا بصيت لكم دلوقتي احنا بنحاول نتكلم على موضوع الانترناشونال نيفرولوجي. عموما ايه فكره الانترناشونال نيفرولوجي؟ يمكن اعتقد كتير منكم تكون سمع القصه دي قبل كده. هو عموما كده يعني اي انترناشونال خاص اي انترناشونال بروسيدر خاص للكيدي ديزيز بيشنت هو داخل في السبيشالتي ده. حاليا يمكن التركيز اكتر حاجه على الدياجنوستيك افاسام البطن سواء على الكيدنيز او على الباستر اكسس الانفستا او الليكرافت. الكاثترز طبعا التامبري والكولنز والكاثر الانفستا الايفيشن بتاعها سواء الكلينيكال او الانجيوغرافت او بعد كده لو فيها مشاكل الانجيوبلاستي والانترفشنال شيء مثل هيك الانجوجرام او الجيوغرافي، واخيرا طبعا التفريغ كافتس وال سواء التمبل والبرمنت والقصص. هي دي تقريبا معظم الحاجات اللي هي اللي حاليا مش تقدر تقول ان هي داخل تبع السبيشال في ده. لكن في طبعا حاجات ثانيه ممكن تخش بره، يعني ممكن طبعا لو في حاجات بعد كده افضل زي ما قلت حتى في سؤال في بعض البلاد هم اللي بيقولوا ان لسه بنفسهم في بعض الحاجات اللي خاصه بالاوبستركت اللي رفض فيه مثلا زي الفاستويز احيانا بعض الاسكومز ممكن برضه بالانترفنشنز تجيب عن طريق تاني سنسيشن موجوده في الكيدني. فالمجال مفتوح دايما لاي انترناشونال بروسيدور لو از بينج ماستر بارت من البروجكت بارت ان شيم شيم خلاص. تقريبا برضه في برضه تعليق على القصه دي ان هو الفرج يمكن الاستشاري الغريب شويه ان هو معظم البروسيجرز بتاعته حاجه ثانيه هو اللي بيعملها له خلاص. يعني لو معظم الاستشاريز الثانيه كل واحد بيعمل شغل صح، الكارديولوجيست بس هو بيعمل الاساسات بتاعه والانترفنشنز بتاعته وهكذا تمام. وكذلك الدرما مثلا طبعا مش بيروح يبعت الليزر بتاع اللي هو مثلا بتاع التجميل، لا هو اللي بيعمل الليزرز بتاعته هو اللي بيعمل السكيلوسيس بتاعته. فيوجوالي كل سبيشالتي بيحاول يدي الاوبتيمال كير للبيشنت بتاعه
وما يضيعش وقت في الريفيرلز unnecessary referrals ما فيش. النهارده هنتكلم على كذا حاجه. مبدئيا في الاول هنتكلم بسرعه كده عن الدياجنوستيك التصاعد على الكي بي خلاص بالظبط على الكي بي يعني الاوتيز. في حاجه فيهم شرط تصاعد اللي انت بتجيبه شرط تصاعد نورمال تصاعد او الفايروسي ألتراساوند ساعات. ألتراساوند ساعات. أوكي. يعني ساعات بمعنى إن في مثلاً أكسس لل. في جهاز في لسه شغالين ولا. لا بس. لا 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 إحنا سبعة ساعات هو يبقى في لا يبقى في الكلينيك بتاعنا. أتمنى. هو مش موضوع نتمنى إن شاء الله بس لازم دليل دي حاجتين أولاً لازم نكون. الاول ماستر سكيل نحاول ان احنا as much as possible نحاول السكيل الحاجه الثانيه نحاول بقى الانفمنت الثانيه اوكي يعني ولو اتعلمنا حاجه ما طبقناهاش مش جايين نكون مشكله ولا ايه؟ هنحاول نخلي النهارده مصر في الكلام براكتيكال لكن في طبعا شويه حاجات قبل ما نبص على عيان لازم تبقى عارفينها لان دي ما اشتغلش على ساوند قبل كده. هو ايه فكره الاتر ساوند؟ فكره الاتر ساوند البروف بتاع الاتر ساوند ده في كريستلز الكريستلز دي يخش لها الريفرنس وتبتدي تتحرك بسرعه شديده قوي فتبتدي تعمل صوت والصوت ده احنا مش بنسمعه هنا بيقعد الرينج بيقعد الرينج بتاع الودان بتاعتنا عشان كده اسمه الترا ساوند اوكي وده اسمه بيسو افكت بيسو افكت ميكانيكال او الكتروميكانيكال افكت بتاع حركه الاوسيليشنز بتاعت الكريستال اللي بتتحرك عشان تطلع الصوت الصوت اللي بيطلع من البروب بيطلع يخطف في اوبجكت مظبوط والفكره جايه زي ما انتوا عارفين كلكم ان فكره الاتر ساوند هو زي الوسيله اللي بيستعملها مثلا فريش عشان نشوف هو ما عندوش عينين ما بيشوفش لكن هو بيعمل ان هو بيبعت الاتر ساوند كويس خلاص تخبط في الاوبجكت بعدين ترجع له ويسمعها عشان كده انت ما تخطفش مكان كبير قوي عشان هو بيسمع الريفلكشن بتاع الويفز اللي هو الساوند ويفز اللي هو بعتها دي والله لو رجعت له كلها زي ما بعت يعرف ان كده في حاجات تصدق في وشه لو في صمت دري او ريفلكشن يعني صوت وشي كده وبعدين انحرف فبيعرف ان هو في زاويه ولا حته هنا ايه ممكن ما تكون لو بعت الصوت وما رجعش خالص بمعنى كده ان السكه قدامه سالكه تمام فبيمشي والله ده فكره الاتر ساوند لازم نكون فاهمين القصه دي كويس لان هو الصور اللي احنا الشيز الجريد اللي بنشوفها دي مجرد بتعكس ما مدى الريفلكشن بتاع الصوت. فلو حاجه جت بلاك ده معناها انه الصوت راسه ما رجعش. تمام؟ لو حاجه شايفينها بيضاء على الاخر عارف ان نوع الاخر ساوند ايكوجينيك صار الصوت فيها عالي قوي ده معناها انها حاجه اتأثرت. والفيشوال ده حاجه ان 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 بقى اللي هي الجريش كلر ده معناها ان حصل صم ريفلكشن للصوت فشويه رجع شويه تعالى. تمام؟ فلما بنبص على صوت الاتر ساوند هنلاقي مثلا ان الحاجات اللي فيها كالسيوم او البون او الستونز او حاجات زي كده خلاص دي هتعمل توتال ريفلكشن للصوت تاني. وبالتالي مفيش اي حاجه تعدي وراها. فدايما هنلاقي ان لو في مثلا بريك او ستون موجوده هنلاقيها بيضاء قوي وهنلاقي وراها ظل. الظل ده اسمه اكوستيك شالو. تمام؟ قصة الشلل ده يعني الصوت ما عداش وراه. اوكي؟ الكلام ده مهم قوي. على الناحية التانية لما بنلاقي حاجة جت بلاك الصوت العادي وسط المية أحسن من الهواء. فبنلاقي إن لو في مثلا أسايتس أو لو في سيست أو حاجة زي كده هنلاقي دول أسود خالص. ده بل بالعكس بما إن الصوت بيعدي في الميه احسن حتى بتعدي في الهواء هنلاقي ان يحصل ادجاستمنت للويف بمعنى ان الاتر ساوند ويف دي بتمشي اسرع في الفلويد فنلاقي مثلا لو شايفين سيست كوره سوداء هنلاقي وراها ظل ابيض اوكي الظل الابيض ده ايه؟ ادجاستمنت ويفز غير تشتغل اللي حواليها هنلاقي مثلا لو احنا بنشوفها بنتفرج على كيدني او ليفر او كده من خلال اسايتس هنلاقي اورجنز باينه موجود قوي والايكوجينيك شويه من كتر ما الاتصال عدى كويس اسايتس خلاص والتيشن بتاعك بقى ايه بقى الليفر الكدني الحاجات زي كده تبقى كلها بقى ايه
different shades of gray زي ما اتكلمنا. خلاص يبقى دي اول حاجه بالنسبه للأسانس. الحاجه الثانيه شكل البوب. شكل البوب بيبقى يا اما كلاسيك اسمونيه او بيبقى واخد شكل كونفكس. شكل كونفكس يبقى احنا عايزين نشوف حته كبيره ايريا كبيره، يعني الشكل ده مجرد يعبر عن السيرفس ايريا اللي عايزين نشوفها. فغالبا لو مش هنعمل بس فحص على البطن غالبا هنلاقي ان احنا بنستعمل كونفكس بوب. قصدي عشان قصدي ساوند ويفز تحط لنا ايريا كبيره. خلاص؟ لكن لو عايزين حته فوكس خالص غالبا بنستعمل لينير بوب. اوكي؟ الحاجه الثالثه الفريكونسي، لازم نعرف حاجه مهمه برضه عن الفريكونسي بتاع الالتراساوند ويفز دي. انه كل ما عالت الفريكونسي كل ما الصوره اتقوى وكل ما البنتريشن او الصوره اتقوى عشان البنتريشن بتاع الصوره بقى عالي. لكن في نفس الوقت الدبت هيبقى قليل قوي. فنلاقي لو بنستعمل بقى فريكونسي بوب هنلاقي غالبا ان احنا نشوف دوت فونس يكون فونس بتتجلس. لكن هنشوف بوب قوي. تمام؟ على العكس لو ما عايزين نشوف حاجه دي ستراكشر، حاجه زي مثلا ليفر او كيدني او حاجه زي كده، لازم نستعمل لو فريكونسي كوب فالبنتريشن بتاعها تكون اعلى كتير فيخش جوه ديب ستراكشر بس الصوره هتكون ايه؟ اقل جوده. خلاص يبقى انا لو عايز ابص على مثلا على مصر ستراكشر بالنسبه لي مثلا مش عارف ايه الفيسكال او الجراف او الماكينج وحاجات زي كده انا هستعمل لينير كوب مش كتبها هاي فريكونس. هتفرق مستعمل كام في بعض ونص؟ 10 ونص 11 يبقى ده بس. لو هنبص على اورجن اللي هو البطن يبقى غالبا هنستعمل كونفكس بوب ولو فريكونس اللي هو يمكن يبقى نص 5 ونص يبقى ده بس. خلاص؟ ده تقريبا يمكن اهم حاجات هنحتاج ان احنا نتكلم عليها في المقدمه. زي ما احنا شايفين بالنسبه لنا لما نتكلم على الجرين الافرسانت والترانسديوسر يبقى من 5 ميجا هرتز. احنا بنتكلم على ظهره الكيدني طبعا ده الاناتومي اللي بنشوفه ده في البطن عموما احنا عارفين المنظر ده الرايت كيدني هتتشاف ممكن تتشاف من ثلاثة فلوس يعني انسيريور لاترال وبوستيريور تمام اللفت يوجوالي بنشوفه في اوبن بس في ثلاث فلوس تمام وبنشوف الكيدني في الترانسفيرس فيو او الجنرال فيو اللونج اكسس والشورت اكسس. ده هنا المنظر بس الترانسفيرس سكشن ده كده احنا كيني زي ما احنا شايفين كيني اليمين بشكل الثلاثه فيوز دول كيني الشمال بشكل بس اليمين اللي لسه. عايزين ننزل حاجات بسيطه عشان انتوا عارفين الكلام ده. خلاص ده هنا منظر كيف ده راجل كيدني في اللونج اكسس تمام طبعا ده الليفر بنشوف ده اللي بيشوف فاتك من الليفر شايفين الكيدني من خلال الليفر تمام ده كده اللونج اكسس يوجولي راس العين بتبقى ناحيه خلاص مصر كده ناحيه الشمال راس العين ده كريمه والكود البارت بتبقى ناحيه الراس ويندس خلاص فاحنا كده شايفين كده الكيدني ده كده الابر بول ده كده اللور بول خلاص زي ما احنا شايفين ان هنا الكيدني بتبقى اولموست سودا ده ده الطبيعي بتاعها اوكي يعني جريش اولموست بلاك وغالبا بتبقى سودا اكتر من اللي جاي بيبقى سنه وجينيك على الكيدني ده كان دي النقطه الكيدني اللي احنا شايفينه اللي جوه ده الابيض ده خلاص دي بقى كومن ستيك اللي لسه بقول ده قلتلكم ده الديفرنشيشن لا دي ديسكس نوت اللي ده هو ده ساينس فاكس كنت بتحسس ان حوالي فات والفات اللي بين ابيض في الاقصام خلاص هي ريفلكت الاقصام تمام مش زي البون لكن دي ريفلكت الاقصام فيها كبيره فالايكوجين فاش ده اللي جوه ده فات خلاص فاحنا بنقول هنا سايرو او بريزيرفت سايرو باريتيوم ديفرنشيشن مصر دي ساينس فات وهنا الباريتيوم اللي فيها الكورتكس والمتازه على بعض احيانا ممكن تبقى البضله ريكويرمنت تبان بروميننت ممكن تبان طبيعي في اليونج ايج او لو في في تين ايج ممكن احيانا تبقى البيرمنت دي بروميننت قوي فانا لو لقيت البيرمنت دي بروميننت قوي انا عايز ممكن اشك كده في اكيد في المكان المعين ده خلاص
اول حاجه بنعلق عليها طبعا السايز بتاع الايه، طبعا هتقول ان السايز بتاع الايه 9 13 سم 12 سم، بس اكتر من كده بيج تيمي هنا اكتر طبعا. احنا لو شرنك انجليزي يعني طبعا اقل من شرنك، لكن شرنك ده معناها على طول بالنسبه لنا ان احنا كده خلاص احنا في الانستيشن. الحاجه الثانيه اللي بنعلق عليها البرينكيوز، كل ما هتبيض كل ما معناها انه بقى فيها ديزني اوف الفلتريشن اسكاري اعلى، يعني خلاص ما بقاش نازل بيشوف بدل ما تيجي فرق فيها كتير. فكل بقى نقراها بقى كلمه 1 جرب 2 جرب 3 القصه دي، دي معناها ان هو ده المنظر الطبيعي اللي هو مبتدي جرب 1 هتبتدي وتبقى ايكوجينيك، ولكن انا لسه لازالت الليفر بقت زي الليفر بقت جرب 2 بقت مور ايكوجينيك عن الليفر بقت جرب 3 بقت شرنك بقت جرب 2. لو لقيت بروميننت كيرفز لقيت الكيرفز بروميننت، لا لو شفت لو شفت هقول بس في بروميننت كيرفز وده ليه سجست ان في اكيد بروميننت، بس مش شرط ما ينفعش كده مش دايما بيقولوا واحد خلاص. ده يمكن اهم حاجه بالنسبه للتعليق على القصه دي. نفس الكلام في الترانسفيرس فيو، الكلام في الترانسفيرس فيو يفضل تشوف على العين احسن، انا فاكر بس ما تطولش كتير. دي اللافت كيدني طبعا اللي بتشوفه هنا بيبقى مسكين بس مش حلو قوي، وده نفس الكلام اللي بتبقى كيدنا اهي ده مش نورمال، وده بقى كون وده اللي هو كون بتاع الكيدني. الكوشينستري بتاعت الزبرينو يعني لو قلنا هناك الليفر مور ايكوجينيك نفس الكلام. مشكلة في الفوز دي مش هتعرف مشروع. في شويه نورمال فارينس ممكن تتشاف احيانا تو بي مستيكن فور باثولوجي، خلاص حاجه زي حاجه اسمها دوميدري هامب او هايبرتش كولون بروتين دبل بريتين سيستم هوست كيدني رينا اللي حطه في كيدني عشان تتظبط عليها احسن. فكره دوميدري هامب ده حاجه كده كونجنتال ممكن نلاقي ان في زي بولج كده خلاص، فده ممكن يخدعنا يعني الفكر ان في فوكالي بس هو لوكس نورمال فيش تماما مش قادرين نحدد اي ماس صح. القصه دي مهمه قوي عشان نفرق بين كبير الماس ومفيش كبير الماس، مجرد ان احنا شايفين زي ضغط كده معموله وخلاص، ولكن التوكس اللي فيه الجيش كله مستمر مع بعض البروتين مش هيعمل مشاكل، دي مشكله حاجه نادره قوي مش مهمه. نفس الكلام حاجه اسمها هايبرتيف كولوبرسين، الكولوبرسين اللي هو الكورتيكال تيشو اللي هو الكونفينينج ما بين البيراميدز ده اسمه كولوبرسين، فاحيانا يبقى هيسكرتش شويه كده واخد برضه شكل يخدعها هو زي فوق الليجن خلاص، حتى لو بيشغل الدكتور يبقى لوك ابدورمال ما فيش اي نوع من الاستورشن للبسز اللي حواليه او اي حاجه. المنظر ده برضه غير قوي بتشاف، ده بتشاف كتير الحقيقه اللي هو بنلاقي ايه في زي كده موديليشنز كده دي اسمها كونسيستنت في موديليشن، يعني في لوكس نورمال لكن فيها شويه populations كده في الكورتكس. دي بتلخبطنا مع ان يكون في كرونيك بيريود فاكس وتيجي كيني سكارز، ممكن الاندنتيشن ده يبقى نتيجه سكار تيشو عامل فراكشن على الكورتكس. فدي هنفرق بينهم، هتلاقي في لونج ديست طبعا اوف ذا كرونيك تي تي اي، هتلاقي ممكن يكون ايكوجينيك ممكن يكون شراكن شويه، الحاجات دي كلها هتجست اكتر من يكون دي كرونيك بيريود فاكس. احنا شفنا لوس نورمال كيدز في شويه مجرد بس موديليشن كده في الكورتكس ده برضه اسمه نورمال تايم. معلش الكوجينيك لاين فوق كيدني ده على طول مش ده كده سبين ده؟ ما ده كان سكين سبريستيشن ماسلز سكين سبريستيشن ماسلز.
كونكريت ريزيستنت زي ما تقول دي كده اثنين تنس كده كانوا ممكن على بعض كده يبقى هو كده تمام بنرش كده احنا كده لما بنشوف الكيدي من الاوفر بول اللي هو الكول هنلاقي ان هي ما بتخلصش وبعدين مش معنى ان هي كونتنت مع الناحيه الثانيه احنا طبعا بنجيب الترانسفيرس فيو فواضح ان هو في كيدي من الناحيه الثانيه بس ما بنرش كده دي برضه بتتشاف زائد الكيدي التوبيك طبعا احنا ممكن نيجي نعمل اصلا على الكيدي ما نلاقيهاش فهي حاجه من الاثنين يا اما هتبقى في اجنسس وهتتراس الكيدي خلاص اول الكيدي مش مكانها فيوجوالي المفروض ان احنا قبل ما نقول ان الكيدي اسنس ان احنا ننزل مع الكورس الدايركتف نوصل لغايه البلاد لقيناها موجوده هنا في البلاد يبقى كده خلاص دي كده احيانا تبقى بوش كيدي بس ما جبتش الناحيه الثانيه عشان كده كده لازم نمسك مع الكيدي من الابر بول اللور بول ونشوف في اللون سكشن والترانسفيرس سكشن عشان نتاكد ان هي ايه فاصل دول حاجتين اللي ممكن تخلي الكيمي مش موجوده في مكانها. وعشان كده دايما ايه احنا بنحب نقص على بعض لما بتبعت مثلا تكتب تشخيص على حاله او حاجه زي كده تقول عين ده على فكره ده مثلا لوكس سبرايز يفضل الناس بعد كده تتعامل معاها لوكس سبرايز فين بقى بعد مثلا شهور وسنين على ما حد بقى يجي على كلمه مش لوكس اصلا كلمه لوكس تمام فدايما اول كلمه بتتقال على حد ده يعني خلينا ايه كونزرفت شويه في ان احنا نقول على حد ان عنده حاجه اصل هو غالبا المواعيد ريبورت كان سلاد في الاقسام ريبورت لكن مش كاتب بلاستيك طبعا لما اتحلت الفيسر خلاص تبان على طول ان في حاجه بتعمل ابديتس هتبان وده ميزه طبعا الريدل سكان عن الايمجنج العادي الايمجنج العادي مش بيبين فانكشن هو بيبين بس ستراكشر خلاص فزي ما احنا شفنا قبل كده زي ما قلنا على الصوره من شويه الفيتشرز اوف ريدل باريكيولر ديزيز كم السايز الكونفستي كونفستي ديفرنشيشن لو في سكارينج نشوف الكبسول بقى شايف عامل ازاي ولو في تشينجز في الدكتور نشوف خلينا نتكلم عن الدكتور او الانتربريتيشن بتاع الدكتور ويز خلاص ده يمكن اهم ايفالويشن بتاع الكرونيك بروبلم اللي احنا عارفين طبعا ده اهم مشكله عندنا ان احنا نقول هل العين ده عنده كرونيك كيدني ديزيز ولا اكيوت كيدني ده احنا بيبقى فوق في ريكفري فنحاول ان احنا نتاجريسف على الفيشن قدر الامكان الثاني بنحكم عليه ان هو يعني فيستولا او الفاسبلانت او حاجه زي كده فالتفرقه دي مهمه قوي والاعصاب دي دور مهم قوي في التفرقه دي. معلش كنت فيكم درجه في الفيشن احنا ما شفناهوش اصلا يعني كنت فيكم درجه في الفيشن نعرفه ازاي يعني. ما انت كل ما هنشوف بس في صور بس في الباثولوجي بس انت كل ما الكيمي تبقى مور ايكوجينيك خلاص كل ما تبقى البياض بتاعها هيقرب من الساينس فاتس فهتوصل مرحله انت مش شايف اي فرق بين الساينس فاتس وبين الكريتيكال يعني اعتمدت برضه على الكونفرجن مع الفرق في الاخر برضه يعني هي كتبت كنترول دوت ديفرنشيشن ولا كلمه كنترول اول كلمه ان كلمه الساينس دي مش مظبوطه ولو عايز تقولها هتقولها لما يكون في كومن بيرنت يبقى هنا ممكن تقول ان دي ديفرنشيشن بين الكورتكس والضلع عشان كده في كومن بيرنت ادي كورتكس ودي الضلع فهي التون الصح هو زي ما بتاع سانو كاريكيو السانو كاريكيو ديفرنشيشن هيبقى وسط مع الادفانس كيدني ديزيز كل ما الايكوجينيست هتزيد مش هيبقى فيه اي ديفرنشيشن بين الساينس فات وبين الوايت بارينكيما اللي باينه دلوقتي. يعني هو في السؤال لما بيقول لي بص السؤال ده ديفرنشيشن انا فاهم ان هو قارن الساينس مع كورتكس مش كورتكس مع الضغط. ساينس مع بارينكيما. اللي هي فيها كورتكس ودور مع بعض. انما هي مش كورتكس ودور. لا لا. اوكي؟ هنتكلم عن الدكتور في البرزنتيشن الثاني هنتكلم عن الدكتور احسن نسيت
المشكله الثانيه اللي برضه مهمه احنا نبص عليها في الالتا ساوند هي قصه تبديل الاستراكشر. ده هيبقى ليه امبليكيشن على المانجمنت. زي ما اتفقنا احنا بنبتدي الاول دي بقى الاوفر الساينس بتاعت موجود هنا اهو. خلاص؟ هيبتدي في الماي هارد نفوسس نلاقي ان الساينس بتاعت ده بدا يستشعر سيبريشن. في زي خطوط سوداء وسط الساينس بتاعت. ده بنقول عليها مايند باترن فورسز او باك بريشر تشينج. في مايند باك بريشر كده كده او كده كده ابتدى يحصل بالونينج كده او فلاتنج هنا للسيتيكال سيستم بقت مودريت. لقينا خلاص بقى الريكي ما بقتين ده خالص اسمها بقى ايه؟ ماركت او سيتي باترن فورس. تمام؟ هم دول الثلاثه جريد كومن. في جريد تاني من واحد لخمسه بس هو ده ايه الاسهل لانه مور كونفينينس يعني. تمام؟ طبعا احنا لما بنلاقي هذا المنظر بسرعه المفروض ان احنا تولد الاستراكشر ده بسرعه. صف الكام ليست بالفاستلي او لو في اكسس للنيو سيرجن بسرعه يحط لنا مثلا كده ستاند او حاجه زي كده ونعمل بسرعه سي تي او حاجه عشان مش يسبب الاستراكشر ده اذا كان ستون او ماس او ترانزيشن كويس او بيكتشر. تمام؟ ده احنا شايفين ده هنا المايك وشويه ايه سيبريشن بسيط واللي ايه للفاتس. مودريت بدا يبقى بالون اكتر صار مش حلو قوي بصوت احلى من كده. عندي مودريت ادي الفوز شايفين فرق مش مجرد سيبريشن لا ده واضح في بالوني واضح الفيزيكال سيستم. دي برضه مودريت هنا طبعا دي الدورتس. ده هنتكلم عن البلادر هيبقى شكله ازاي بس ده بقى شايفين هنا بالهوك ترانزفيرس فيو. لو اصلا شايفين بلادر ادي ده فول بلادر اهو مكان يورك. اليورتس عشان بس ما نبقاش متخبطين اليورتس مش داخلين من فوق من هنا مش شايفين عامل قدام عشان ده كومن ستيك. خلاص ده انا الناس متوقعه ان اليورتس يبقى داخل من جوه. تمام؟ لا احنا باصين دلوقتي عينينا على بطنه واحنا شايفين حاطين على بطنه الكوك والكين نزل بالكنيه الكين نزل جوه الناحيه دي ونزل منها يورتر فاحنا شايفين هنا وبعدين داخل في الفصل. فاحنا لما نشوف بنحاول نبص اليورتر بنبص على حته الدم ماشي كده طبعا المفروض هو ما يتشافش فاحنا هنا شايفين اليورتر دايليتد فواضح ان في ولاتنت هايبر يورتر. تمام؟ احيانا ممكن تشوف اليورتر هنا ليه بقى انت؟ طبعا ممكن انت تشوف اليورتر فوق هنا اهو. ترانسبلانت كيدني. ايه اللي بيحصل؟ ترانسبلانت كيدني اليورتر بينزلها في الاسيلي وور بتاع بلاد. فاحنا شايفين حاجه كده طبعا. تمام؟ الستونز زي ما اتفقنا هنلاقي حاجه بيضاء عامله زي بول ووراها شل. خلاص؟ لو ما لقيتش الشل ده ده طبعا ممكن تبقى ساينس فات. او شويه جرافيتس وشويه رمل كده لكن عشان تبقى ستون ويل فورم ستون لازم يكون ليها الشادو اللي احنا شايفينه ده. برضه هنا ممكن تكون ستون اللي هي شايفينها ستون وراها الشادو. طيب السيست السيست مهمه شويه ليه بقى؟ لانه الفوكال دي في كيدي ممكن ياخد اي شكل ممكن تبقى هايبو كورك يعني بيكون كيدي او ممكن يبقى ايزو الكورك اللي بيبقى صعب شويه في التشخيص او ممكن يبقى هايبر الكورك. يعني ممكن تبقى الكوره دي كوره سوداء او بنفس لون الكيدي او كوره بيضاء. خلاص الثلاثه يعتبروا فوكال ليجن او هيخشوا في الديفرنشال دايجنوستس او فوكال ليجن في الكيدي. الهايبر الكورك غالبا يبقى كويس. لو شفنا هايبر الكورك ليجن ده في الليفر طبعا يبقى جوه مش كده؟ لكن لو شفتها في الكيدي غالبا بنقول عليه انجو مايو كوما وده بناين شومر مفيش منه مشكله. هل مش وارد ان يكون في نسل كارسون وارد؟ خلاص؟ انت شفت فيه؟ عايزين نمسحها طبعا لا 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 لا
بس بدون خلاص ففوق الايجنت اكيد المهم قوي صح؟ طيب شوف دي بالذات لو في هيستوري سجستد يعني لو واحد مثلا جاي يقول لي في هيماتوريا مثلا فين هيماتوريا؟ خلاص مش فوق الايجنت هايبر كوليك لا برضه شوف تمام؟ لكن لو واحد ما بيشكش في اي حاجه واكسنتلي ديسكفرد هايبر كوليك ايجنت في كيكي قول ده بوستي ان هو هيكون فوق خلاص طبعا ما فيش حاجه يعني هو فدايما الكيك الكونتكست هو اللي يحدد هعمل ايه مع البيشنت. طيب نرجع للحاله دي شايفين هنا فوق الليجن تونر اسود ويلسون سيركسكرايب كورا صح؟ وفي هنا ايه شايفين؟ انهانسمنت صح؟ يبقى معنى كده ان اصلا مين ماشي هنا وماشي هنا بس هنا عشان في ميه جري بسرعه سبق دي وبعد كده ايه عمل انهانسمنت هنا عن هنا فده بيقول لنا ان في سيست طبعا احنا عارفين لو سيبت الرينال سيست مفيش منها مشكله صح؟ منظر ثاني للسيست بس هو حلو قوي منظر كمان للسيست شوفوا لازم عشان نقول دي سيست لازم يكون في نص ورا تمام؟ كده بقى كل سيست كده هنلاقي مالتيبل سيست بقى هنا بقى الموضوع مختلف هنا بقى سيستم 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 لا كده بقى ايه؟ اذر كونسيستنت كيدني ديزيز وده طبعا ايه؟ زي ما انتم عارفين مرض مشهور من مسببات الاندستيج كيدني فيك طبعا احنا عارفين لو احنا البيك بتبتدي تبان في السيست دي رغم ان هو انهارت ديزيز لكن مش بتبان مع الطفوله بتبتدي تبان على سن التين ايجرز كده واخرها سن 30 سنه تقريبا يعني لو ما ظهرش سيسس لغايه ال 30 او ميد 30 غالبا بنعمل له البيشن ده ريأشورنس وبنقول له لا كده خلاص انت ما عندكش الجين عارفين هو اصله دوميننت فكل واحد من السيبلينجز عنده 50% شانس ان هو يبقى مصاب تمام هو بيبقى عارف مثلا ابوه جاب من الفيلير عمه جاب من الفيلير ما اعرفش اخوه جاب من طب انا جاي هيجي له ولا مش هيجي لي هتقول له مش هقدر اعرف الا لما يعدي سن 30 سنه لو جت لو ظهر له سيست ما يتعبش يقول لا ممكن بس بيرسيست مفيش مشكله اصل لكن لو بقى لو بعد سن 30 سنه كده في سيست تصير على ناحيتين لا يبقى كده خلاص طبعا ده كده ايه غلط بوستيك ديزيز ولا سيست طبعا يوصل لاند ستيج عن سن 50 او 60 سنه طبعا مش سؤال كنت سيدي شويه بس مش ممكن مثلا اتلخبط ان يكون ده ايه يعني ده مش واخد شكل الكدني قوي ممكن ده مثلا ستايل ايه او كده انا هتوب في ايه يعني كدني هي بس يعني تعرفوا باللوكيشن ما انت على حسب بتبص ليه؟ ازاي تدفع الكيمي؟ انا عارف ان انا هنا هلاقي الكيمي جنب السبين. خلاص؟ فلو حط فوق هنا عشان اشوف السبين متوقع متوقع ان هتلاقي الكيمي يمكن في حركه ليا قدام ورا يمين شمال مش لاقي الكيمي هنا فالكيمي مش موجوده. يا اما سوري يا اما بلاستيك يا اما مش موجوده. ورا ابص الناحيه الثانيه هتلاقي لازم الثانيه ولا لا؟ هنزل تحت الفيرس موجوده ولا لا؟ مش موجوده يبقى هناك مش موجوده. لقيت فرش موجود ناحيتين وفي سيست مش ده بوست خلاص حطيت طبعا لما بقيت بوست كيدني المفروض ابص على الليفر كمان بصيت على الليفر لقيت في سيست ده ما يجيش لي حاجه اورجن في سيست في مكان الليفر كده ايه بوست كيدني وهكذا على حسب الاناتومي اوكي برضو المنطقه برضو بعد بوست كيدني ال البلادر يعني مش هخش في البلادر عشان ما ابقاش خلاص نشوف احسن على العين طبعا دي البلادر في الماسس خلاص البيسس لو في هنا قصه بسيطه ممكن بقى هنا بقى نوصل برزنتيشن من الماسس نشوف هنا بقى ده غير الدروبيدر هامب شايفين فرق بين الاثنين؟ دومين الهامب كان بين التيشو كله مكمل حتى في بس بامب كده عادي لكن هنا بقى شايفين في ليجن واضح اللي هو ويست سيكونسكرايب طبعا ده فيكس سيكونسكرايب بس نفس الكلام شايفين هنا كيوي شايفين هنا ايه راوند الناس طبعا الناس
هنا بقى شوف ده جوردي هانت، شوف كده دي شوت شادين حد ما صح زي كده تشوف ده طالع بس زي بس طالع بس فوق كده مش شادين حد بيجي المدور دي ال يعني دي مثلا احنا قلنا فتش من جوه هنا بقى من جوه دي شو تصريبه لكن هنا احنا بقى عليها انجو ماي لايك هو هو ده انت بتوصف انت بتقولش ان دي مش اول كلمه انجو ماي لايك هو انت بتقول ان في فايبرت كود ليجن ليجن كذا كذا راوند ان شيف مثلا ويلز اوف سترايك بس موستلي انجو ماي لايك هو فور فور اوف هي برضه انجو ماي لايك هو زي ما احنا شايفين حتى الكورة كورة هنا كلمتين عن ال رين أرس دكتور طيب هو الأول إفكت الدوبلر الدوبلر هنا أبي ساوند هيسمع صوت تمام أي حاجة بتتحرك هيديها الالتراساوند بس طبعا جهاز الالتراساوند ده قديم الفانكشن اللي بيكون فيه الدكتور فيتشر الفكره كلها نفس فكره بالظبط احنا بنقعد كده على طريق الصحراوي وبنسمع الصحراوي بتقرب كده غمض عينيك كده بص بص العربيه جايه بسرعه ناحيتك هتبقى قادر تميز ان في عربيه جايه بسرعه ناحيتك صح؟ صوت خفيف بعدين جايه 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 لغايه لما تبقى اعلى حاجه او انت عندي جنبك وبسرعه انت عايز عربيه من جنبك تبتدي الصوت يخف 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 لما تبعد صح؟ فالصوت ده هو الدبل فينومينال فاحنا بقى هنا الدرجه الجهاز ده الدرجه الفوتبريس لو في حاجه بتتحرك بسرعه ناحيه البروب هيديها لون احمر لو بتتحرك اوين من البروب هيديها لون ازرق يبقى دي اول حاجه عايزين نعرفها ما تتلخبطش في الالوان دي مش معنى انه في لون ازرق او احمر انت ار سي وفي خلاص هي القصه كلها الصوت جاي ناحيه البروب ولا اوين من البروب ماشي ده مثلا امر طبيعي ودول لينا الاكسس رايت ليفت ده شو بيعمل كده احنا لسه واقفين على الاورطة ولونه ازرق في حته ازرق وحته احمر ده على حسب هنا الكور في النص والصوت زي ناحيه الكور قوي من الكور تمام هما الاثنين اورطة ولكن القصه كلها في الاورطة يبقى دي اول نقطه هنا مثلا احنا حاطين الكور كونفرس سكشن فهنا ادي الاورطة اهو وهنا طالع ده رايت هاند اوبشن تمام احنا بنبص طبعا لو في سلون او في اي حاجه بتخرج وده الليفت هاند اوبشن ادي هنا الاوطه وبين الليفت هاند اوبشن تمام طبعا ممكن يبقوا في اكسسوري هنا الاوفيس ممكن كده نجيب الالتراساوند هنا مليان كلر ولا حاجه عشان في هنا في اثنين ارتست لاين دي كلها نوع من الكارينس ممكن تلاقي عايزين بس ايه نتكلم عن فكره ال الويف فورم انا عايز اقول شكل حلو شويه اوكي احنا طبعا على ارتشي البين بيكون ليه زي كونتينيوس ويف كده ما فيهاش اي بالسيشنز بحيث ان احنا واقفين على ارسي هي في بالسيشنز صح؟ هي بتسمينا بيك الوسط كده بتحصل نتيجه ان الضغط مره واحده عدى بسرعه من جنب الكوب صح؟ مع الرابيد ايجكشن اللي بيحصل من الهارت كونتراكشن خلاص بيسيب لنا مره واحده اكسلريشن سريع للصوت صح؟ ودي هي اسمها بيك سيستوليك الوسط على المنطقه صح؟ بعدين جرادولي المفروض ان هو ينزل والصوت يقل خالص لغايه الايه؟ الريشن اللي وراه يبقى لنا هيبقى دي المنطقه دي تبقى اند باستوري في الوسط هي ابسط الابطا سرعه البلاك هي اخر بس اخر بس هنا اسرع سرعه في اول السيستوري وابطا سرعه في الباس غالبا هيكون رابد بيك دي او رابد اب ستروك دي هنلاقي في ويف ثاني كده في الاول هي كانت اسمها كروت لونش دي خلاص لما الريشن ده بيقف وابتدي يحصل لاستيك كويل لو صح؟ ابتدي يحصل زي بامب تاني كده
خلاص سمك تنزل تبص عليه خلاص. ده النورمال الويت باترن بتاع الكاركتيرز اللي هو بتاع المنظر ده البايفيزيك خلاص. المنظر الطبيعي فيه كام شويه على الجسم لو كده نعرف ان مفيش فين شويه بس السيرفيس يبقى الويت بتاعه شويه عن كده. اثنين عشان ده لو ديستنس اورجن فده جامد الويت بتاعه هذا المنظر. القصه كلها في ال رينوكس دوز ان احنا نبقى عارفين انه صوره البلط لما زي ما بيكون كده بالظبط فيه خطوط ميه واحنا بندوس عليه ايه اللي بيحصل؟ صوره المايه هتزيد قوي، ارتفاع المايه هيزيد قوي تمام؟ فهنلاقي البيكسلز اللي انت بص دي هتهلى قوي. اوكي؟ النورمال او مثلا 1.2 بير سكند ده كده طبيعي، لكن لما هتهلى عن كده لان معناها غالبا ان في هنا سكلوز او في هنا كنز سكلوز بالظبط. تمام؟ طيب وايه اللي نتوقعه بالنسبه للويفز اللي بعد الاستروز؟ بتبقى ضعيفه خلاص؟ لان هو عموما البلد اللي بقى واصل للكيدني بقى قليل. فهنلاقي الويفز نفس الويفز اللي جوه الكيدني هنلاقيها دامبت خالص وايه بطل. لان مفيش يعني ضعيف خلاص البلد اللي واصل ميه ضعيفه لانه في حته مسدوده، فهو الحته اللي فيها سده هنلاقي فيها تنشن عالي، هنلاقي فيها سرعه عاليه قوي، لكن بعد الحته اللي فيها مسدوده الميه بقى ضعيف. ده فكره الايه؟ بمنتهى البساطه مش عايز اخش ديتيلز كتير عشان بس ما اضيعش وقتكم. وهنا ايه؟ برضه في حاجه ثانيه كلمتين عايزين بس نقولهم، حاجه اسمها اكسلريشن اندكس وحاجه اسمها ريزيستنس اندكس عشان تشوف حاجات كتير في حياتك في الريبورت عشان لازم تتعملها. فكره اكسلريشن اندكس هو عايز يقول ايه؟ انه غير السرعه الضغط تبقى سريعه قوي لو في سلوزز ما بعد السلوزز هنلاقي انه الاكسلريشن السلوب ده يبتدي يزيد. لو مفيش سلوز هنلاقي شارب رايز كده في السلوب. نفس الفكره بالظبط البلاتو باس في اوتو سلوز مش هنقول ان اوتو سلوز بنلاقي ان هو فيه زي على الاكسبيد زي ليف صح؟ البلاد بياخد وقت عشان يطلع والاقي البيرفكت باس بيبقى سستين باس بيعلق كده شويه هي نفس الفكره بالظبط. اوكي؟ نفس فكره ايه؟ الهيد او الـ او البلاتو البلاتو باس بس مع اوتو سلوز يبقى اي سلوز هنلاقي فيه زي ديلي في الاكسلريشن ده بتاع الهيد خلاص. وقصة الريزستنس اندكس المرة اللي بقولها هنا ودي هنشوفها برضه لما نيجي نتكلم على الفيسبوك. الويل الثانية دي بتبقى موجودة أثناء الدايستول تمام. فالمفروض إن هو لو في ستينوزس جامد في أو في ريزستنس جامد في الأوربن هنلاقي إن السيستوليك بريشر ما عندوش مشكلة يدخل البلاط أو الأوربن ده منطق. لكن هنلاقي ان الدايستوليك فلو بقى عنده مشكله ان في ريزيستنس عاليه. فكل ما نلاقي ان الدايستوليك في الوسط دي بتقل لتحت قوي معناها ان في ريزيستنس عالي جوه الاوربن. وكل ما هتبقى عاليه لفوق كل ما هتبقى معناها انه الريزيستنس ضعيفه جوه الاوربن بتاعها هتبقى كويس. تمام؟ هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر في مختلف اللي هنتكلم على الفيستر. لكن الخلاصه ان هو المفروض ان هو الاند اوف ثيرد باستوري في الوسط دي خلاص ما تقلش عن 30% من البيكسل في الوسط. انت طبعا تروح كريشو يقول لك السيتي اندكس 0.7 تمام. كل ما هو اقل من 0.7 ده كويس يعني 0.6 0.5 حاجات ده كويس خلاص. لكن لو الريشيو ده اكتر من 0.6 بس 0.8 0.9 انت كده بالنظر من غير ما تبص على الرقم تلاقي ان الويل في الاندستري دي تقريبا مفيش يعني تقريبا في زي نير كولابس للارشي او تقريبا الفلو تقريبا بيقف اثناء الدستري لان البريشر مش عارف يعدي الريزستنس. ده بالنسبه لك الترجم ده ايه؟ الترجم يا اما هيكون في سيفير ستينوزس
تمام. فالدروب مش هيعدي الا وقت السيستولي وتقريبا بيقف اثناء الدياستولي، او ان الكيدني دي بقت سكار كتير ففي او في مثلا عشان فبتنسى الكيدني فعارفين ان في بيرفيزيس بتبقى عاليه فبيبقى الريزيستنس هو الاوبن ده عاليه قوي. ممكن يكون في مليان فبرس تيشو او مليان هزيمه ومن كده كتير شاليه مثلا او حاجه زي كده، فهو من كتر هو ايفنتس من كتر هو في انفكريشن جامد فالبريشر جواه بقى عالي فالبلاد مش عارف يخش جوه الكيدني الا اثناء السيستولي، لكن اثناء الدياستولي مش عارف يخش كويس. ده معنى كلمه ريزيستنس جوه الكيدني عالي خلاص، وده بيديك كده غالبا ان الباسكل ريزيستنس طبعا عاليه كده ان في مشكله في الكيدني. كان ده هيفرق طبعا في الانجري، هيفرق طبعا بالذات مع الترانسبلانت الناس اللي عملت زرع وفي دلوقتي عاملين دوبلر على الكيدني وده ريزيستنس عالي قوي. يبقى معنى كده ان الكيدني دي فيها مشكله دلوقتي. ديجنوستيك سكلوزس؟ نعم. مش ديجنوستيك سكلوزس؟ لا مش شرط سكلوزس. يعني زي ما بنقول اي حاجه تخلي الريزيستنس عالي هو الكيدني. السكلوزس مثلا نشوف في الرينال ارتري انا شايف في سكلوزس وفي فيكس كول كوستي عاليه وحاجات زي كده. وده غالبا في الترانسبلانت اصلا كده بعد العمليه على طول ما حدش هيجي له رينال ارتري سكلوزس بعد ست ساعات يعني او كذا شهر خلاص هو واقف العمليه بعدها مباشره لو الجراح اتغير زياده شويه او عمل سكلوزس تاني. لكن يوجوالي مشاكل بس بعد كده يا اما هيكون في اس اي سي ام او ريجكشن حاجات دي هتخلي على طول في سوالينج او انفكريشن او زينا جامده اللي هو الجراف فتخلي السيفتي اندكس يعلى قوي. عشان كده مهم قوي ان احنا نعرف ننتربت من نلاقي ريبورت ونجيب ونلاقي ان في السيفتي اندكس عادي في الترانسبلانت الكيدي ده معناها ان في مشكله دلوقتي لازم ناخد دي ادرس. مش عارف اطول عليكم اكتر من كده. تاني هنعمل دولين اكسلريشن في تحس ازاي اكسلريشن اندكس وهي بقى شديد بقى بتبقى في سلوب يزيد. وريك بس اخر لقطه اللي هو ايه؟ اللي احنا شايفين هي الويف بقى اللي بعد السلوزز اسمها بقى هي الفاتس باربس شايفينها ايه بقى زي فلات كده مش زي اللي احنا عارفينها. ده بيبقى جوه الكيمي لانسا هو الارتر ارتريز السيجمنتال ارتريز اللي هي الحته اللي جوه الكيمي لانسا. هو عايز يوريك ان هو ايه الفصل بتعمل ازاي. نشوف الرين الارتي هو داخل الكيني نحط البروب على الكرستر على الفصل البارت بتاعه على مين بارت عكس البارت بعدين نبتدي نحطه على الابر كول والميدل كول الابر كول والميدل اللي هو قطعه الكيني اللي جوه عشان نشوف ايه كده الويز اللي جوه الكيني يعني ساعه بس بس مش هتبقى مش اكتر من كده. كده بالنسبه لبيسكس كده عن الرينا ساوند بوكر بقى البيشن بص عليه Thank you.
ايوه دي اللي بتطلع من هي ماشي اهو ماشي
كان اوبريشن في جزء حتى من ورا تحت كده لمين اول 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 كوره يا دكتور مش بس معاك وحق في الفريق الثالث مفيش حاجه تانيه في حاجه صغيره حاجه راوند كده ايوه ايزي بقى تجربة طبعا، بس انا باين ان اسمها نقدر نقول هي هي سنة الى حد اربع اه يعني
بس ايه ده بقول هي لقيت شويه ايه انكريز الكوليسترول اللي احنا صور مقبول عشان الجيش السام حاسس هو حاسس ان هو سليم والبيشن مش ريبورتنج كل بروبلم اخر بالنسبه لنا لا ما فيش مشكله خلاص نفس الكلام كان حسين ان البريمنتس سنه باينه شويه صح بس شديد ان دي بروبلم التيرمز بعد كده نمسكه Thank you.
عايزين نجيب الكيمي اللي هو الكور بتاعه
اللي هو اللور كود ده هو كان بقى بعيد عن الفايل كل الباسنس اللي ده خلاص عشان نوف بايس متاكد ان هو بايس قوي على الشيء دي ده مصدر ان ده الباس ليدر او الجان خلاص بنبتدي نكون خش شايفين عشان نشوف كذا خلاص شايفين في حركه كده فوق عند فوق انا داخل دلوقتي عند الدور اند بتاع البروف خلاص طبعا لما في ابره خلاص بشوف الابره اللي هتفضل بعد بقى من السكين المصري ديت اول ما بوصل لها دلوقتي تعالى هنا اول سكين واقف على كيسه 2000 صح؟ هو سكين واقف على كيسه 2000 ده اللي هو الفوق ده ليه؟ ده الباص ليه ده اهو مش في الجيل مش في الوقوف بتاعها من فوق من هو المصري بتاعه انا بخش في الابره واي مود سكاب هو يطلع اللور كل اول ما اوصل ان انا الواي على الكبسول خلاص هو لعيب على نفسك فايرنج في الابره واحده الباوسين اللور بس ده سيمبل بروسيجر اهم حاجه نحط عين الديفايس بلاش المهم فايل مطمنين ان مفيش طبعا دي تندنسي او اي حاجه لا مش هتوقف انا عاوز كل الوقت اجيبهم سلايس خلاص هو احنا قلنا الكيمي حاجه على الاكسس ولا الارض هو الارض هو الارض على فكره انا لو عملنا امتحان لكل اللي كده مش هيحصل اكسس هيسقطوا في الفصل تيستور اكزاميشن لان ما اعرفش كويس طبيعي وسجل مع الجوهر بتاعك مش هقدر كريتين قبل وبعد اعمل كريتين بعد ايه؟ اعمل صوديوم بعد ايه؟ الكلام ده كله مش تقينا لكن ان انا اعمل اكزامنيشن وتست ريكورد في الشيت في الفولو اب ده مهم لكن الناس وصلت فورمات كده معينه مش عارف يا ريت التست دي تبقى من ضمن الحاجات اللي موصله بعين اعتبار. اول احتياج ليا انا شخصيا في التست كان الدكتور محمد صبحي انتسبت للسير بتاعتي كانت في الابيكس دانسا بيكس كان من اول المقالات انتشرت في مصر وخارج مصر كنت كتير على بري والنيورولوجي يعني كنا ايه بشكل رئيسي كده. ففي الصبح كان ايامها عاوز اعمل كنت اقيس البلاد فلو في الجسم الالترا ساوند. واحنا في مصر الجماعه بتوع الالترا ساوند قالوا لك ايه؟ لا ما بنعملش. رغم ان الكلام اللي موجود في الارض في المكتبه مكتوب فيه شابتر عن البليس كلايم انتجرنت بتعملها بس انا كنت بديهم رقم دلوقتي بتبقى موجوده وبتقاس وبتحط الرقم ويبقى عارفين وعلى طول ان مفيش اكيوريت قوي ان ممكن يبقى في اخطاء حتى الاخطاء بتبقى من رينج يعني لما اكون انا باخد فكره يعني احنا بنعمل كيف عندنا في المستشفى ما بنقولش ان احنا بروفيشنال في اكتر بروجرام لكن البريتانيك فيجن لو واضح قديم يعني لما اكون بقى تريفل بيفضل الفيجن واحد يبيع ويجروب ويتكتر ويجيب وانا ما عادش اجيب ينفع في الريجستري ينفع ساعتك في الريجستري يعني حضرتك ترى الان هو على الاقل بس يعني اضعف الايمان اضعف الايمان المفروض كلنا يعني انا هقول الدكتور ده ولا النبي لازم يتكسر ده يعني حد ما وهي دايما كده في الحياه انا شفت كده شويه هم حاجات على وبعدين ايه لو تفحص الفيسبوك فايه الراجل اللي عنده الرائحه فبيقول داخل ايه العيال بس مشمر في الدراع ولا اسف يقوم راح والتاني مغطيه والتاني ده كان في الفيسبوك لو قفلت ما يكشفش التاني يا عم الحمد لله حاجه اثنين هيشوف اكزامنا من الكمبيوتر فالمفروض اصلا اللي يفوت منه يعني العيال ساعه الكمبيوتر بقى اللي
خدمه للزبون، لكن إيه هو لو سابه مش هيمشي في الايد الثانيه، هو ما يمشي في الايد الثانيه ولاقي مارك مانفستو ومش فانكشن، معناه ده راجل ده هاي ريسك للثرومبوزس، لو عنده سيريبرال سندروم مكتمل الاركان، ولا ده لما اجي اعمله ترانسفير مش هعمله ثرومبوزس كبير ومش هحط قصه زي دي، ما حدش ففي ديفنس كتير، فنبدا عطف شويه. هو الدراسة طبعا أول حاجة بتركز موضوع الكسرة خلاص دي عندنا انستجريشنز ساوند انجينيز عادي وورد بريس بلاننج ده اللي مشروع ابلكيشنز بس معانا سي كي تي 4 صح؟ هو خلاص الأطفال اللي احنا بنعمل بلاننج وبصل الأكشنز ده لو هو عامل تربية في الثيرابي يبقى فور اوف فرونت تو ذا اسس تمام؟ هنحتاج ان احنا الصح ان احنا عشان توبتمايز الريزلتس بتاعت الباسكت اكسس ان احنا نعمل حاجه اسمها جرافيك انفورميشن وان احنا نعمل حاجه اسمها بين مابينج بين مابينج او باسكت مابينج ده هيحسن قوي في احتماليات نجاح طبعا بالنسبه للوليد مش مشكله مش فيها بريفرال بينز ولا بينها كويس قوي مش دايما بيكون الكيس كده بالذات مع الاوبيستي مع الاولد ايج مع الناس اللي عندها دايابيتس الناس اللي هي عندها مشكله في البريفرال باسلز بريفرال باسلز ديزيز ديك سموكينج او ريو فطبعا الديزيز بيبقى عندها مشاكل اكتر في الاولاد بتاعتها تمام احنا يهمنا ايه؟ في كراتيريا معينه هم لو اللي هي اقل منها هي سبب كده معينه اقل منها سريعا كده فيديو سريع عن الأنتمي عشان نبقى فاكرينه احنا عندنا عندنا السوبرفيشال فينز الارم في تو سيت اوف فينز في سوبرفيشال فينز في دي فينز السوبرفيشال فينز اكبر واحد فيهم ماشي على السايد ده اللي هو الفوق السايد ممكن يكون واحد ممكن اكثر من واحد ممكن يكون مجموعه ثانيه ممكن يكون ده اكبر واحد فيه هو البين ده غير ان هو ده ايه؟ بس حاجه خلاص زي ما احنا شايفين هو ان الكوست الامريكيه ال يعني شوف هنا الاسبانيك شايفين هو مش الكوست بتاعه خلاص مش الكوست بتاعه هنا مثلا ده الميتنج كيلو خلاص كوميونيكيتنج سيستم بيبتدي يخش يعني فوق ايه لكن ده اللي هو السيفانيك اظن كامل اهو كامل السيفانيك كمان هيخش بقى الشوت كده ويخش يخش جوه الكويت ويكمل الكويت ويخش في الزاري يبقى ده كده ايه؟ ده اللي سمعتيه. البديل يبقى الناحيه الثانيه بقى هو البين اللي ماشي ناحيه اللف الفاضي اكبر بديل اللي ماشي ناحيه اللف الفاضي. طبعا هو ماشي في حته عشان كده ما بنستعملش البديل غالبا لانه صعب ان احنا نشوف البديل ده. ماشي البديل خلاص وبيخش هنا يمشي البديل يمشي وعند الـ ER البنتريتد دي فاشل ويخش ويكمل از اكسلري. يعني الحقيقه اسمع بغلط اللي هو الكبير هو البريكال بين والبازيل والبازيل مش بالعكس كده البازيل اللي هو كبير هو اللي بيكمل از غالبا اكسلري والبريكال بين هو اللي بيخش جوين البازيل. يعني مش هي القصه الفكره احنا غالبا الشويس اوف اوبريشن اللي بتتعمل يا اما بنوصل المسؤول الاعصاب بس ده كده خاص بالفيوش بيت الديل بيت ده عباره عن ايه؟ في جنب بيت الارض والارض الارضي في اثنين بيتس صغيرين مش معايا كده بس احنا عندنا كومبلكس في بيت الارض كومبلكس والارض الارضي كومبلكس الاثنين دول بيتقابلوا وبيكملوا بعد كده از بريك يعني خلاص يبقى ده كده الاناتومي الاثنين فاصل 3 بتاعت الابر غالبا السوشيال طبعا احنا بالنسبه لنا احسن حاجه احسن شويه في الاوبريشن هو الليف فيستول. الليف فيستول ده اكتر حاجه بتبقى بيتنس واكتر حاجه بتبقى فيها لاست ريسك اوف انفكشن اوف موز فهي بالنسبه لنا دي اكتر حاجه. اول شويز بالنسبه لنا بيبقى الريتس الارضي والصلب السكري بيننا ريتس السكري فيستول. ما قدرناش نعمل ريتس السكري فيستول هنعمل بريك سبايك ما قدرناش نعمل بريك سبايك ما قدرناش نعمل ده نعمل بريك بازيليك بس في الحاله دي عشان هو بيبقى لازم نعمل له سوبرسيشن
ونجيبه للميديا سايد خلاص. هي دي الاولى بتوع لك بقى ايه التصنيع صح. فال عرفنا ازاي ازاي نعمل بث بدري انك تلاقي يا اما تلاقي سكار كبير قوي اهو لما يحتاج ان هو طبعا في الماضي تتفشل فدي وقت تتفشل عمليه كبيره فبتنسى حاجه كده اول حاجه عشان نقطه ايه الانتساكشن نحطها على فين غير فوق ودي ماشي الفلوس تصير قوي قوي نقط فيها خلاص. وعشان نجيبه ايزلي تاخد وقت طويل قوي اوبريشن خلاص. او ان احنا احيانا بتلاقي بلاد سكارز كده جنب بعض خلاص. فلما تلاقي بلاد سكارز كده او سكارز كتيره كده تعرف ان انت عارف اوبريشن بس ما ينفعش دي ما ينفعش دي ما ينفعش دي غالبا بنبدا ايه نطبق الكرافت نوصل لاي عصر اي ايه ممكن بس ممكن تبقى دي تبقى ايه تسليم الاليفانس بس ما ينفعش بقى كل حاجات كلها افتريت او كل شويه بقى فيه تاسيس فيجر او حاجات زي كده بيبقى بتبعد طبعا هو اقامه الكرافتس وده بيبقى ايه هو ده الكرافت بس في كرافت دي هي الشويس دي بس السيرو بوينت دي بس اي ارت خلاص. بس طبعا زي 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 اي فور بوز ده مور لايف موفز مور لايف لازم يمشي على انت والله ما فيش ستايل دي بقى السوشيال انايز بس الستايل ده مش كونسيشن ان هو يمشي على لايف بس الستايل ده مش شرط يبقى في الامر ده يوجوالي يوجوالي اللي بتحب الاقاليم عنده منع كونفينينس هناك كومبيتيشن كابشن كابشن اثنين على البريك كمان المشكله اللي فيها في وان رينج ثم بيبين هو الرينج لو في مشكله حصلت في مصر حاجه اسمها فينيسيا مش بتحبه عموما هو اللي بيحسس. طيب ايه بقى؟ قول بلوريا ممكن توصل سايت تو سايت او اند سايت خلاص. غالبا التوصيل الى اند سايت اند اوف ريم يعني ريم بيتقص يعني لازم تسيب مثلا الجرافيك بتاعتك على اسمك خلاص. عملت استكشن كده هيروح واخد غزلة ورابط كده على اسمك من هنا وياخد غزلة يعمل له ايلايجيشن كده في اسمك يبقى عنده اسم بارت مفتوح دلوقتي من اسمك صح. هنبقى السكشن اكتر ونجيب الريزيت خلاص نكتب على الريزيت والسكشن يبقى ضعف خلاص. بعدين نحط تيك لامب هنا نسأل اللوك في الـ DOE بتاعك خلاص اللي هتبقى ضغط الباك سبلاي عن الـ عن الريزيت الارسل نروح للمشرط فات تملي كده في السجن اللوك بقى ايه ده تبقى يخيط الطول بالضغط يبقى في النهايه الارسل مش كده والبين يبقى السلايد بتاع الارتي والان بتاع الفيلم خلاص. ده بتبقى طبعا احنا المفروض ما نوصلش على استنبول استنبول توصل على استنبول بس انا لاقي توصل تحس التريل كان اسمك كده مع الاستنبول في الماتنج او في الايفالويشن تحس التريل طبعا من اول الاستنبول خلال الاصل وبدأوا في التسويق وكلها في التسويق. فده بالنسبة للعملية اللي بتتعمل ازاي. الجراف سهل طبعا غير بس في الديسيجن في الارض الديسيجن في البرين ونوصل لابد خالص توصل. طيب احيانا توصل سايد تو سايد ودي كومن تصل عند منطقة اللي هي الام وهي عشان لازم تبدا البرين غالبا ما يبقاش في روم توصل فيه. فهنا تفرق مكان بتعمل دايما سايد تو سايد يعني هنا ما قطعش هنا لو هو بيوصل هنا خلاص يعني مثلا ممكن يكون في البيت في الحته دي غالبا ما يبقاش فيه روم قوي اللي يتوصل فوق فبيعملها سايد تو سايد يعني بيطلع انسجن في البيت انسجن في الارتي يوصلوا في بعض فبتحس الفريم احيانا تلاقي تحت الليفل بتاع الاسبوز لان الضغط في الارتي تخش كده مش كده مش كده في الاتجاه صح بتعمل سايد تو سايد هنمشي هنا وهنمشي هنا فهتستعمل السيجمنت ده بتوصل هنا برغم ان الاسبوز فوق في ناس بتوصل هنا وتسجل عندك هنا فبين التو مش بتاع التو عيب السايد تو سايد ايه؟ لازم تتعمل كتير عشان بتعمل جنس كبرتاج فتلاقي فريق يعني انت نعم لا انا قلت حاجه ثانيه
مشكله السايتوسايت ان دي يوجوالي سايتوسايت عشان فصل الديسك بروتكشن دي ايفالويت يوجوالي مش هي دي الجوز يعني مش دي بلاجيت خالص في المتنازي بحيث ان البرنج يبقى الناحيه الثانيه خالص وبيبقى الاوتبوت ده على بعض دي كده هي اول طيب احنا عشان بس نخلص قصه الماكينج احنا بنبقى عايزين نبص الساوند على السلايس بتاع البين والارتشر بالذات الجاي بنقيس السلايس اوف ذا بين عند هنا ريست الميد فور ار في الابر فور ار اللي هو ار ميد ار الابر ار ست محطات بنقيسهم غالبا بنقيس السيمبليك وبنقيس البازيليك المفروض على الناحيتين بنعمل القصه دي المينيمم سايز بالنسبه للبين 2.5 متر خلاص لو يبقى اقل من كده يبقى ده مش كويس على الجسم واقل دايمتر بالنسبه للارتري يبقى دي مش اقل من كده يبقى الفيجر يبقى في حاجه كمان بنعملها المفروض حاجه اسمها كواليتي تيست انا قست هنا السبايك دي طلع 2.5 متر بس الراجل ده كان المفروض ياخد بقى ايه ناس بتجيب كانيولاز بتاخد انجكشنز بتعمل عينات مش كده بتعمل مين الارض اللي بتركز فيه مش هتحس بيها ما حدش قرب لان مع الوقت بيحصل ترومبوفايتس الطاقه بتخش الكانيولا بسرعه بس الكانيولا تحصل انفلاميشن وبتاع ترومبوفايتس وكده سكوز في البين البين بيبقى عباره عن فيبرس تيشو تعرف منين اذا كان اكسباند لما ياخد التحليل ده جواه ولا لا مقابل الكوميكيتس لما تعمل الكوميكيتس تربط بس الدوله في السنه تربط بين الكوميكيتس تربط بين الكوميكيتس ونشوف المفروض ان هو يزيد في السبايس بتاعه اتليست 6% بس ما زادش يبقى الاكسبندبيلتي كانت دي مش حلوه قوي وده يعني يرشح ان هو لا مش حلو قوي ازاي جدا كده كام ثانيه كام ثانيه قوي مضيت قد ايه؟ ما فيش دقيقه ولا دقيقتين خلاص مش برضه العرق نعم مش برضه العرق نفس القصه نفس القصه بتاعت ما فيهاش قصه الاسنوز دي مش قوي في العرق محدش غالبا ما بيجيش في العرق لكن هي الفكره انت مش هتشوف بس ان هو ما بيبقاش صغير العرق كان في حاجه ثانيه اختبار ثاني خلاص اللي هو حاجه اسمها الاكتف انتين خلاص فعلا هو هنا كده العرق عموما او الاسنوز فيها ريزيستنس الوي المفروض انت تبقى فيزيك خلاص دي ماسكين في ليجامنتس والتندون وحاجات زي كده. المفروض ان انا لما اعمل شوك اكسرسايز هلاقي عصابات بريتيشن عشان الريليس اوف بازر الماتيري والقصص دي ويبقى الارض هنا دور ريزيستنس. طب ليه بيحصل ده في السيرجري؟ علشان مثلا البلاس سبلاي الماسلز عشان تشتغل وتتحرك وحاجات زي كده. فنلاقي الفرايد كيسك وير تقدر بريتيشن زي كده. كانه بقى ايه البلاد بتاعتي في حته دور ريزيستنس. طب افرض انا عملت الماسك سيرشن ده وما حصلش الاكتف كامبين ده معناه ايه؟ بس انزوش سكليروز في مصر الديزيز حاجات زي كده ففيلير او اكتف كامبين بس ده معناها على طول ان احنا في مشكله في مصر الديزيز في حاجه ثانيه بس بتتعمل حاجه اسمها الالم تست ان احنا بنسكلوز البرايزر والازمر عشان نعمل ماسك سلايس نفس الاكتف كامبين لما بريليس بلاد الريجن او الالمر الضغط بسرعه بيسافر الارشز كولر ارشز والايد الثاني تاخد الترجيل الكولر بتاعه والدين الناس تنفعوا في الفاكتس ينفعوا في الفاكتس لكن في الدليل شويه اكثر من 10 سكندز لان كده دخل في فكره في مصر بس احنا عطينا بسرعه كيف تكون رجل الارمر كيف تكون رجل الارمر بس كده أول ما درست الفيزياء صح مرض بسرعة ما خدناش حرص نفس القصة بتعرف في الأزمة طبعا اللي عنده بقى شريط البصر الجديد ساعة الديلي ده بيتكلم بس يبقى أنا المفروض إن أنا أهم ديلوشن تو باتي ديسكريشنز بل يبقى أنا كده أول ما أنا لو أنا مش بدرسي في نفس الوليد وأسس وأستنى فور أوسكار أكسس أبص على الديلي دي مش أي سكارز مش أي نورمال بروبلمز قبل كده عشان لو اتعور طبعا دي بتكون مجرد أكتر يعني لو اي نرف اتعور مش قلنا او موجود لازم اعمل نيورولوجيكال تيست الاول اتاكد ان مش اي نرف يجي موجود ويجي نقطع ليزر المفروض ان انا اسمي سبوفيشيس ريجر ارنر خلاص بريجر
اكسلري سبتيتيف اسم التخصيص بتاع الناحيتين وكان هو جينيست اسم ضغط على الناحيتين مفيش ديفرنس في الضغط عشان اخد في درون او حاجات زي كده اي حاجه ضغط على الاسم ده عشان كده سيرفايفل ريت ولا اي حاجه خلاص خلاص العمليه بعدين نعمل كل كده سنه ممكن تديني شوف في بينك طب انت هنا بس الفيشن ده اللي مش محتاج ضغط ما هو قلت فين بينه فين كده خلاص في لون مسجل من كل هنا مش مسجل حتى يعني لكن احيانا تبقى بس مش مقطع كده محتاج ان انا ايه استعمل الضغط ممكن احط فوق اللي هو ال ده بقى اللي هو اللي هو اللينجر هاي هنا عمق كذا هنا عمق كذا هنا عمق كذا هو بيختار عمق مناسب مع الكريتيريا اللي قلنا عليها
هنا 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 الحاجة الثانية السايد بتاعه لو قلنا ما يقلش عن 6.5 هو هنا طالع 4.37 فكده معرفين الحاجة الثانية مش راح حد بقى ايه يعني بقى ايه كشف مكرجات
Thank you.
بقت مور فون الناس تبقى فروكوزس.
سلاش بروف هو ده بروف اسبروس تمام. فاحنا الفكره بقى ان احنا عايزين ان احنا في الكلينيكال وهو مساعد الدكتور بيقيس البروف كل مثلا الشهر او حاجه من امكن ان احنا نشوف هل في انكريس في الفلو ولا لا. طيب في عندنا في الفيزيكال اكزامينشن حاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها فريل وحاجه اسمها فالس. الفلو بنعرفه كلينيكلي بقصه الفريل دي تقريبا حاجه الوحيده اللي كلهم مشتركين مع خدمتنا عارفين ان الفلو في فريل. بس استخدمها ازاي بقى بالفعل علشان ديتكت اكسس بروبلم؟ الفريل لو اتربطت تمام عندي مشكله، لو ضعيفه تمام عندي مشكله، لو هانتج تمام عندي مشكله. دول ثلاث كلمات مهمين بالنسبه للفريل. يعني ايه اتربطت؟ هي المفروض ان هي كونتينوس زي كده زي ما بقول فيزياء كده. لو تو ار تو وي او اوفر يعني لو سمعنا بالسماع طلع هنا اسمع لو تمام كده الفلو شغال كويس اسفلي مش اي مشاكل، طالما هارش يبقى كده الفلو كويس ومش ريزيستنس مش سموز مش اي خلاص. لكن لو لقينا الفلو بقى اتربطت وهل بيشت يعني اتربطت يعني بس اساسي وقت ما الفشل بيكون عالي الضغط دي عايزه تتكسر بس انا بقى اسفلي لا في ريزيستنس كام مش هتعدي نفس الفكره اللي احنا قلناها من شويه في الريزر اوف السموز تمام. ابتدي يحصل الضغط صوت هيبش رفيع مش موجود بس في السيستولي والفكر ضعيف بحس ان كده ضعيف مش قوي. طبعا الاهم بقى كمان لما يكون كرة يعني انا بشوف العين شعر كده بشوف الشعر ده الشعر اللي بعديه نظريا في الفيزيك اكزام دوك جايد لاينز اصحى على الاقل واحد كل اسبوع. وبالنسبه بقى لو مهتم بس بفضل لو مهتم حاجات زي كده مره كل اسبوع بس لكن اتليست مره كل اسبوع ان انا ابص على الاسم بتاع العيان واتليست خاصه في الشغل طبعا ما بيحصلش الناس عشان كده بنحاول نتميز الاول بس بص دي اول حاجه بالنسبه للفرق. وطبعا السماعه بتسمع ليه عشان تشوف طيب ايش ولا ايش. طيب الحاجه الثانيه المهمه الفلس. البولس ده الانديكيتور ريزيستنس المفروض ان يبقى معروف بتاع السويد سوفت بولسيشنز. لقيت بولسيشنز جيركي او بيتقال عليها هايبر بولسيشن سويد معناها انه في الاوت فلو اي نوع من الاوت فلو بالذات لو قريبه من السويد فيها ستوريز العمليه ضيقه وبالتالي البلوك مش عارف يعدي فالارتيريال بريشر بيلدينج ده عمال يبقى لك الجيركي مش عارف نفس بالظبط فكره لو مش واصل يعني على الماشين تبتدي تحصل مثلا ايه بوت في الدايفايس او اللي بيبقى فيه مشكله في الاسطر او في او في النيل تلاقي مره واحده اللاينز كلها عماله تتقص هاي وجر صح وانتي على طول الدنيا هاي ديسبرش بالظبط كده عادي في ريزيستنس دي نفس الفكره بالظبط. انا اول ما الاقي في هايبر كونستايل ديسبرش ده معناها كده ان في ريزيستنس سواء لقيت الفلو مش حلو او في ريزيستنس عالي المفروض ان ده على طول مش بيشتغل بسرعه بكره الريزيستنس بيستسلم خلاص. وفي نفس الوقت ابلان بعد كده فور انجيوجرام بيطلع على الريزولت. طبعا في احيانا ما بيبقاش في دور الدكتور قوي لو انا سسبكت ان السكروز ده فوق سطر البيت لان الدكتور مش عارف يبص على الكلام انا اعرف منين ان هو السكولز بتاع سيكر البيت لو لقيت ان الارض كله سوين من الكولابتس وكده اعتقد ان كده كنت شفت المنظر ده فتحت العينين بره دي مره واحده كده تلاقيه عمال يدور من جيبه وتلاقيه كله خلاص ودي كده كولابتس على الجسم وعلى الارض ده اللي معناه غالبا ان دي سكر السكولز ممكن انا اعمل دكتور كده مش الانيوريزم برضه ممكن يعني يكون السيروزك ولا لا 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 كل الناس بتتكلم على اول نقطه اللي هو جاست السيروز السيروز بتتسال على الفلو بناء البنش اللي هي سطح الكوكس بص انا عايز اقول لك بص انا عايز اشوف ايه يا سيدي على على الكسر على الموز وعلى الموز
طيب في بقى ايه دول اديشن تيست برضه بيتسالوا حاجه اسمها اوجمنتيشن تيست وهاند اديشن تيست. ايوه اوجمنتيشن تيست وهاند اديشن تيست. ايه فكره هاند اديشن؟ انا لو بعمل ليكس اهو شايف مقابل الافكت اوف جرافيتي البينز والانبوت لو رفعت ايدي فوق كده اهو الفكت كولابس علشان مفيش ريزنس. لو في بقى ستروس لما انا هطلع ايدي كده اهو هلاقي العكس الانبوت ده يزيد لانه التصريف مش تمام او في نفس الاستراكشر فتلاقي العكس كامل الاثنين كده الايفكت جرافيتي بيزيد على البين اللي هو بين رين تمام. ازاي تبقى اوضح بكتير قوي لو في هيوج ديسبلاي او يعني لازم حاجه زي كده ده يعني يرفع ايده ان ده ايفكت كلاس يرفع ايده لو هي في ديسبوز يبقى داخل كده لازم تعمل ريليشن تيست وغالبا هتلاقي بوينت كان في ديسبوز بالظبط هتلاقي هنا كل ده الموج واقف في حته معينه هو ده اللي سبوت في ديسبوز ده المدة دي بقى المدة. يعني 5 دقايق. يعني انت وقت ساعة مش هتحس بفرق. الحاجة الثانية اسمها اوجمنتيشن تيست. اوجمنتيشن تيست ده انا هحاول اسيميليت الهستيروس. انا لو انا قفلت التيست اوفر كده كأن الهستيروس اتوقع ان هو هيحصل فيه ايه؟ لما اجي اوكي. انا التيست اوفر بس لما اجي اوكي كمل اوكي الهستيروس. فدي بتقال عليها ان الفيسل از اوجمنتنج ويل معناها انه ما فيش فيها مشكله وانا لما انا عملت سيموليشن للاستروسس زاد البتاع ده يعني على راسه فوقيها؟ على طول نفسه على راسه فوق على راسه زاد الفيسل على اي اسم على البوست لو ما زادش البوست خلاص انا الاستروس اوريدي جامد كان ضغط مش فارقه كتير اوريدي الاستروس هي اوريدي من الاول كانت جيرت بتاعتها تحسها هي اوريدي كانت من الاول تنس بوسيشن او جيرت بوسيشنز فلما اجي احط انا اقفلها كمان مش هتفرق او لو كانت البوسيشن مش جيرت ولا حاجه وعملت القصه دي وما ادتش بص انت غالبا هيديكيت الانفلو هو اصلا الانفلو او التاثير الانفلو اللي بيصير ضعيف فده ايه؟ ده قيمه الاوبريتيشن بس وانا اهم حاجه ابص على الفيسبوك طب نعم اول نبص عليها كده وكده لكم ايه؟ ايه نوعها؟ صح؟ سلموا يا جماعه انا في 10 هدايا يوم الجمعه مع الشهادات. 10 10 مش هنختار اكتر 10 كلموا لغوا الناس يديهم هدايا يوم كشف السلم يوم الجمعه تروح تسلم الشهاده. هسفروا لها ايه تاني؟ ايه ده؟ لا حاجه ابعد شويه. خلاص فدي كده ايه؟ بريفيو سيفاليك او بريفيو بازيليك مش معرف ايه الفرق بينهم؟ الشيخ عايز كورس ستيشنز هو الذي بريفيو سيفاليك. طيب اول حاجه عملها طبعا ده الاسموز اهو مش فرق الاسموزز اتاكد ان محدش بيوصل فيها بالتفصيل بروكسي مع الاسموزز بحس ان الاسموز سايت بحس بالجريت بحس بالبازل بحس بالبازل لو وصلوا له بوصل طبعا الجرايزون بلاقي التريل تسكيت بس هي محسوسه التريل جود تريل سترونج تريل مش ويك تريل محسوسه كونتينيوس احط السماعة هل هي اللي بتعمل البيولوجي تمام يبقى كده ايه اول حاجه الحاجه الثانيه لو زرت بوزيشنز حتى ممكن احسها انا بركز المره دي على البلس شايف بوزيشن سوفت شايف حتى في الفيجوال مش كده مش شايف اي جيرت بوزيشنز موجوده هل هي كده ان انا مفيش ايه ستيلوسس طبعا الشورت ده يحصل هنا مع البيست ولا عشان هي ممكن تكون فلو شويه لكن الهاند ريليشن تيست او الفاليديشن بيرفع اليوم خلاص بستنى عليها بس كده ولا حاجه طيب حاجه
حسيت ان هو بالظبط كده كليك كده حسيت ان البوزيشنز زادت شويه صح؟ يعني المفروض ان هي كانت تاني فكون انا زادت شويه انا فاهم تاني انا نزلت كده حاسس انها قالوا شويه فعلا ولا شككني ان لما بار بيرفع ايده خلاص بيحصل ايه؟ بوست هاند مش بس ممكن تكون تركيبه بسيطه قبل كده يبقى كده ممكن ايه تخليها ممكن اشك ان في سم ديجري اوف سيروسس موجوده في السوبر بيج خلاص ما كانش المفروض يحصل طب بس انت بالنسبه لنا السيجنفكت سيروسس بالمناسبه كلينيكلي بتشتغل من بعض
بس نظريا الاوحش هي
أو أحيانا بتبقى هاي فيو فيسكول خلاص؟ المفروض إن الإنسجن تستمر إن ربع إيه؟ شبك بشبك أربعة إيه؟ طبيب فأنت بتقيس بقى اللي بتقدر تفلو فيها تلاقي فلو مثلا إيه؟ 4-5-3 كيلومتر طبعا دي لازم تختار لها حاجة للأسف طبعا ما حدش بيعمل لها حاجة ده مش كويس بس ده حتى خانة أوكيه بس طبعا عشان تقول بقى السيرجن مفيش تقنعهم ان هو عملية خطر على حياتك فاهم ازاي لما يجي لك كده بالطريقه دي تحط فيها كمان كام سنه هتبقى غيرها طبعا دي فيري سربرايزنج او صعبه بس المفروض انت للامانه انك تبقى تقول عليه معلومه انت عندك فرق في الاسكولا ودي كده خطر على القلب ده بالنسبه لقصه الانوريزم الحل بتاع بقى لو حصلت طبعا لو هي بوتفول كده في دماغك وخلاص لكن ممكن تعمل لها سيرجن ديفيجن لو هي بقى كوزمتك مضايق عين قوي احيانا بتلاقي حاجات بقى في المعجنه اللي كانت بتتكلم بقى كوزمتك مضايق عين او بدا يبقى فيها علامات مراكشر او في بدا يبقى فيها مثلا فوكس كبيره او حاجه زي كده وده ممكن يكون ايه انت كده بروباجيشن الفوكس انها تقفل هي في الحاله دي تفضل ان هي تبدا ايه السيرجن دي تقفل ودي برضه وسائل الانتفاشن بروشس بتطلع عليها شويه ان انت تحط دي حاجه بس كده في تدفع عليها بره اصلا بس طبعا دي وقت غالية أوي الاستثمار في الكارت بتاعك يعني فوق 10 جنيه ولا حاجة زي كده تقول له أعملها كعلاج للقصة دي غالبا مش هتبقى مش هتلاقي حد يسجل بالنسبة للجزء يعني لو في استنوزس مش هيعمل برضه أن تكون مش هو السبب بتاعك استنوزس غالبا هيقلل الموت وبعد ما تخلي كان هو قبل كده البشر العادي بتاعتي بس ماشي هي اللي هي بتحصل نتيجه الكمبيوتس اللي هو في دائره معينه بيعمل فيها بامب والالماس ده برضه بيزود السمبوز بتاع الفيسكولا ولا ما انت حته فيها زود الفلو بس فدي المشكله اخر حاجه عايز اقولها لكم الاستفين مش ده قصه طبعا الاكسس ما كانش كده مش هنتكلم فيه خلاص حاجه فيري سيريس لونج اكشن لونج اكشن لونج فورست انسبيرتك كيلوس فانكشن اكتيفيتي اهم حاجه ان احنا ايه ما نستناش بس نستنى خلاص ولو جرافت ده بالنسبه للايه الانفكشن بالنسبه للسيريس الفكره كلها بالذات بتحصل مع الناس اللي هي عندها بريفر باس في البيزنس او اسمها بيك خلاص المشكله ايه ان اللوز هيستسهل السكه المسكه المفتوحه اللو ريزيستنس عن الحته اللي فيها هاي ريزيستنس عشان البريفر باس في البيزنس او في سكيلوز تمام فهيبتدي الليم يبقى سبرايز من البلاد كده تس في الاول تبتدي عيني تشتكي ولا انا قلقت وجعني قوي اثناء الجلسه شويه شويه تقول لك وجعني اثناء الجلسه في البيت شويه شويه تبتدي يحصل بقى ايه؟ تحصل تشينجز بقى تحصل اسمي اوستريشنز ثم جنجرين لو ايه؟ ما انت بتشتغل بس حالات مطلقه حالات مش خاصه حط ايدك على ريزو الارضي على الناحيه اللي فيها العمليه وعلى الناحيه الثانيه هتلاقي ريز الارض مش محسوس او ضعيف قوي في ناحيه العمليه ده تنزل خلاص لو حسيت ان الارض كويس ده ده مش ستيل يعني يكون هنا غالبا طب خالص الجمله عن الضيف او الهول او حاجات زي كده او يوروبا فيها او يوروبا فاهم لكن مش هتبقى قصه ستيل غالبا هتلاقي في ديكولت فاهم ازاي ومش حاسس هي حلها ايه؟ لو جربتين شوفين انا ممكن اشوف عمليه كده يعملوها فور ريفيجن العمليه ان اشهر موقع اسمه دريل اوبريشن فعليا اللي خفف الجوع عشان تفهم النوم العمليه فغالبا هيحتاج حل كده خلاص بس طبعا ده احسن ما فيش فلوس لا لازم دي قصه دي علشان الماتشوريشن بتاع فيسبوك خلاص وعلشان بعد ال
الاوركسترا احنا لازم كده اللي هو الايتيما كده بوست اوبرت الايتيما وزيك عايز ان هو ينقص الكليشن عشان يكسبه مش اوبرت يعني زي تبقى حاجه مهمتها اللي تحصل دي زي بعد العمليه من الايتيما واللوكال. طب لو طولت شويه لو طولت يبقى انت غالبا معمول عمليه سيلف سايت وفي نسبه تانيه يعني خلاص لو فتره الجيمنج عدت ولسه العمليه مش ممكنه ده بقت ده فين سيلف تانيه يعني في ناس تلوز ونقدر نرجعها نعم ساعات بيبقى صعب اللي هو يحط الفصل عليها او ما في الحاله دي لو كانت سيستمز يعني انجو الفكره دي غالبا باث روك نوزس وعامل ريفرش زي ما فكرت انك بتفكر في ريزستنس عالي هتلاقي ان الباص بس فلو انت عندك اي نقطه فيها اثر وفراشن بالذات لو غلط العمليه هتلاقي العمليه تكون ممكن معناها ان السنوس يعني لو لقيت البوزيشن جيركي معناها العمليه ضيقه وانا بقى السنوس ده السنوس ده بروفا جروز او بدا يكون ساكن تشوف تربوزس بشر تربوزس او نفع التربوزس هي اللي قفل ده شبه لك بالعلم لكن هو الفكره ان هو بيسيب العمليه ولما هنعمل كوبلر هي اكتف الكوبلر هي كده شبه البروفا الارضي وسنا ويف في بقى على الجهاز الويف باترن دي بيشوف فيه ستوب لوس دي تخش البوينت اللي كده فيها السايز اوف تراسيت تروح تطلع كده انت بالنسبه لك معاك ان الاكسبتبل بالنسبه لك اللي هو مسكوت تاني ب 1500 اكتر من كده هيكون مش حلو على 1000 اقل من كده انت ممكن تقفل. طب والسلو برضه بيزيد مع الوقت ولا هي مثلا عملتها سيستم لا اصل هو بزاد هو بزاد لا انا لو في حاجه بتصور بتزيد مع الوقت هو ده يعني انا عملته اول شهر وصلت لها 600 700 لو لقيته بيزيد كل شويه ايوه ده معناه ان السجن كبير في احتماليه ان هو بيزيد كل شويه يعني حضرتك انت قلت اكثر من 600 كويس لغايه فين؟ ما لقيتش رقم قوي لك ايه يوجولي انك سبت قلت 3000 وانت هتعمل ارقام كده انا لقيت مثلا لقيت اسمه مثلا 2000 20 فاهم ازاي؟ لك لقيت مثلا 4000 7000 كده لا ده داخل فيه طب اقول لك هتجيبها فين؟ عاجلنا اجلنا فانت ايه لكم ان تقولوا ايه بصوا دي على فكره مش حلوه طلعت للجراح الاسد في ريفيجن وقال لي لسه شويه جامد هيرجع تاني هو اللي انا محتاج اسجل ريفيجن هناك احتمال الناس اللي في الشرطه تعمل ده في رسم لو سمعت في رسم بس لو اه يعني تبقى كده اول سيرتا ان انت تراجع الترانسكريبشن كانسل ليش؟ نقول كده على الراحه فيقعد كانه كان واحد قاعد يعمل سبايس طول حياته يعني قاعد يشيل كده ما بعرفش يستخدم فاكر الناس بتمشي وقعدنا بعد في مريض طبيعي في سجن مش متعددين في سجن اللي هو الجريس بس وقعدنا في مريض في جيم تو او تو او هو حي انا عارف احنا احنا ليه بنعمل مستشفى الزيوني الاول مستشفى دي بقى ايه انت بقى تنقصني لا بس احسن انت تتعلمنا بس اذا في انت بتشتغل في نفسك وده شغل يعني اللي يخلينا اللي يخلينا في استجابه مبدئيا يعني نلاقي لو سجن فايليشنز في الدين او حاجات معينه كده يعني خلينا نقول كده هو احنا قلنا ما كان الاول سيشن انت كل انت كل على الاقل في الاسبوع وعلى على مره الكومنت مره في الاسبوع او مره في الشهر هاجي هبص كده على الار خلاص احس هل في اي سبولينج او جاتنس لا هاجي اطلبات اللي بيشتغل بالسنوس سيجنيفيكانت ما فيش سيجنيفيكانت في السوز هل بقيت فاز بريفكشن ريد ريسبونس بتاع لا مفيش بس خلينا حاجه لو بس كانش احس الترين او كونتينيوس ترين انا على السماعه تو بيش خلاص ابص هل في جيت اوبسيشن لا بطمن ان هو يكون في السوز كده لا مفيش ارفع ايده ابص هل الايميشن خلاص و طبعا هيكون حصلت في الالجوريزم واطمن ان مفيش اي ساين من تاني ريدكشر احس بسأله على فانز مسكينه احس ريجل اوكي كان على العمليه افكر من الناحيه الثانيه كويس زي الفل هتعمل كده ريبورت الكيس المذكره واشوف شهر ده الفكره الاساسيه بتاعتي المهم برضه ان احنا نسال على التستري برضو هل في فيزيكال كالكوليشن من التمريض سالب التفاصيل وهل في تاني انديكيتور في انتر اكسس نودز وهل في كرون بليدنج نوبل وانتر اكسس نودز لو في مره اكتر من كده هتلاقي في كرون بليدنج وكرون بليدنج ده انديكيتس غالبا ان هو
او الشركتين ممكن يكون في تنزل بروتكشن ممكن يبقى سيت ضغط عالي ممكن هو الدوزر بتاعته بعد كده تنزل بروتكشن لكن هو انا عارف حاجه الشركات اللي بيكون فيها تنزل بروتكشن ممكن يلاقي الضغط الجديد بعد كده لو الارض هي اللي هي لو الارض فتح يعني مش تفرق مع الديسك اللي هيطلع تمام ممكن يكون له جنب بروتكشن أصبح نجيب تسمى أي في بوكس كده وكل المجموعة مثلاً